سادي ما تصورش العقلها. وانا علاش كي تجي تفهم معها؟ انا متفاهم معها واش كان؟ المهم ما ضابنا الشيخ جيت نشوفك على جال الحال 16 هذا. انا ما مش عاجبني الحال بالكل. مثلا كريمة مش مثلا ايه كنت مهنوتي مطلوشة دايما هنا احنا الهوتي مبادة يما ها وردي باشاني كان فصل دبا هناك انا كان شلطة دبا في لابوراتوار تاع المسيد يسكتوا اسمع خوك راه تليفونا وقال باش تدي له الدوسي اللي نكتب دركا ايه دركا وعلاه ما نجوش دركا انا راح لابيبليوتيك ليه كملوا هو يخدم في هذا الدوسي وليدي وصله له وروح لابيبليوتيك وين راه الدوسي ها وهذاك الحمار استشهد كابو نبي ايه لا غير عنده زهريه موكب الربيع تهادى سبقته امالنا للطلوع شكرا اجلس مفيدة هاي السطر الثاني حاكيا روعة وسحرا حلالا ولحونا علمية الترجيع شكرا اجلسي يمينة السطر الثالث وشذا حيثما توجهت يغزوك بعرف من الربا والفروع شكرا الان من يقول لي من هو كاتب هذه القصيدة كيف نبيل من هو كاتب هذه القصيدة؟ الذي كتب هذه القصيدة هو عبد الكريم عبقول أحسن شكرا شعلت ساعة ساعة ونص نكون في الدار. لا. هاي. هاي على خير.
دقيق. ارجوكم. شكرا. حطيهم فوق المكتب. خذي الباراسول عن مدير كل الشهر. اسمح لي عقلتك. هذا الشيء اللي عندي. اسمح اخرج مخلق نسيته. شوفي اللي قبل بدك فرن معاه مطلق. عمرك ما تنسى. اخبرت. عملت مليح اللي جبتهم بعد عنا اجتماع به. تلقوا بالعشيه. العشيه؟ ايه. مراجعة الضبط الماضية. قيام. الضبط الأول يلا. 2-8. كلك لعبت لنا الناس ربحتني. خلاص جبنا فرتورة. او بارك عند الباشا من الماء خلاص. اجي دورة. او اني طالع الدرش بك نكمل لي دوفر ديالي ندي معك اسكونترا مع صاحب الحومة الستار. تحب تجي معناي؟ او ما نجمش على خاطر بابا يخاف عليك انت. لا سمح لي ياكلوك. الترانسبور نحيو الفريق تاعنا ونشجعه باش نربحوا دي فايدة لينا. نزيد وحدة باركور. او ما نقدرش برامي فرنسي نجي لعب معاك. نزيد ندوز عند واحد صاحبي اسمه فليزمارة. باش على باش غير ولا ما ربحناش الماتش ندوه عليهم بالزمارة نطروشوهم. شتيني مليح؟ أنا تروش شتيني تقولي لي وخر؟ هي فيها من عيب وإذا شفت لك كيفاش توخر، راني مغصوبة يرحم والديك. ولكن مغصوبة؟ أنت توخري ماهوش أنا. زيدي شوف فيها مليح زيدي. وقيلا ما عجبتكش. نوريك الرجال كيفاش دايرين. حبني نوخر. درك نوخر. ما زدت تحلي في فمك. يا سكتي ولا نعطيك الصقر نبحر لك عقلك. يا اخي مرا يا اخي. واش بيك؟ مصباح نقول لك وخري. زيني شوف بيا زيني. انا محمد واش كاين؟ مصباح راني واقف هنا بضيت وقت على جالها وما حبست توخر. يا ودي مرا عطينا قدر خليها تعقب وخلاص. وين تعقب تعقب الجهنم؟ لو كان جات مرا وكرا كنت راح تربي ولادها. ما جا هنا في الزنق بقى حرف الرجال. وعلاه قاع حرفك انت؟ يا اخي قلت لك وخر راح عليا الحال باش نجيب وليدي من المسيد هذا مكان.
سمعت محمد لا حاجة صغيرة تدير عليها مشاكل. وانت واش دخلك؟ كيفاش واش دخلني؟ هيا حاجة صغيرة هيا زيد فيها هيا حطك زيد فيها ولا نكون حطك زيد فيها ما غادي زلت ما جيت شي مكتديك اي على حال شوف تعرف الدار ما نروح للدار وكي تجي ماك راني نقول لها راك روح ها روح وليدي روح على علاش ما جاش واقع الحكمه في الخدمه وتوش راك دير هنا لا نسكن داز يوم 18 وين راك راه دركا جاني تو قال لي روح نعطيك كتابات هذاك يمد لك كتابات والله ما ديوك ما تمد لي حتى حاجه وي هاي تخاطر كاين مش هاكا ما يمد لكش انت روح وتشوف جانيتو ما كاشو هنا على بالك شرع هبط لنا بلاصه وين جاي لنا بلاصه تحت كنت جبتو ريانا ايا تروح تعلق باش تهضر معاه
يا نفس حسبني انا خاط من الكاميو وات انايا. شوف ما دخلش روحك. شوف انا قلتها لك دوكا داك ما صبتش عندي كتابات نهرزو براسك من بعد نشوفو لك. هاوليك هاوليك شوف واش قلت لكم هاوليك. استنى استنى مسكينة وكي شافك ما جيتيش قلت له روح خاطر شفت راح عليه الحال. شحال عنده من اللي راح؟ تقريب واحد نص ساعة من اللي راح. صح بقى على خير. سلامة. Ya.
الحاج. ما شفت نبيل؟ ما شفتوش. ما رحتيش تجيبيه من المسيد؟ ما صدتو لا في المسيد لا في الدار. ما تقلقيش روحك هذا تحبس. لا يما روح نحوس عليه بلا كاش ما صرالو. بلاك تخالفتو في الطريق ما تقلقيش روحك. هاي على خير. إلا لقيتيه في الدار تيليفوني لي ما تخلينيش نحيرها. نبيل ما كاش في الدار ما راهش عندك فرح زوج خطرات للمسيد ووليت ما صدتوش لا في باب الدار لا في باب المسيد لا في الطريق لا ماشي مالفي روح لعند حتى واحد مالفي جي غير لعندك خاني خايفة شي واش صرالو تدري هنايا في هذا البرد بصح ماشي كيف كيف انا وليدي يقرا في المسيد اللي هنايا لا سامحينا راهي مخلوقه الجنينه خلاص اخويا سيدي خليني انا ممنوع اللي باش نخليك تدخلي وما بقى حتى واحد هنايا Thank you.
مازلتو ما صبتوش الولي؟ مازلنا ما صبناهش والولاد خرجوا كامل. راه هي جات يما وفهمتها، قلت لها بلي ما بقى حتى واحد. مالكش ما وين قعد وانت ما شفتوش؟ كيف هذا ما شفتوش؟ كان قاعد هنا مع وليد ولي. استنى استنى كيما جا حتى واحد يديها راح. منين راح اخويا؟ راح لدارهم كيما العوايد، راح منا. صحة. واش؟ ما صدوش، راني نقول ليها المسيد. دوك قال لك كونسيرج بلي ما راح. يما نديك للدار بالك يلحق عليك وانا نروح نحوس عليه. جوزي سي بن شيخ، كيفاش هذا خرج؟ قالنا يقعد في الوزين يرجع. اسمع اسمع لي مليح، كي يجي يقول له مرتو راهي تليفونات وليدو مازال ما دخلش من المسيد. ايه ايه يجي في ساعة للدار يرجع للدار. صح. شنو هاد الحكاية؟ وراه نبيل مازال ما جاش. وعلاه؟ ويما ما راحش تحوس عليه؟ راح تجيبو بصح تعطلت ما وصلتش في الوقت. وهي وراي؟ راهي في دار الكوميسار، قدك الحقها لدار الكوميسار. طلبي ربي ما يصرى الوالو لنبيل. ان شاء الله ما تقلقش روحك يا وليدي، بالك دوق تجيبو وتجي. يا مراد لازم اليوم في الحين فين الحشية هذه تلقاها لي من قبل. شوف دير الرجال تاع كامل في القضية هذه اليوم 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 لازم تجيبهم. ماني نعرفهم يا مراد، كانت قضية معهم في الماضي.
صح راني نتصل معك من بعد. ايه واحد 15 دقيقه عندي هذه القضيه هنايا ومن بعد نتلاقاو ان شاء الله. هكذا انا ندرسها كيف كيف. صح مراد شويه هكذا. إذن هذا هو التقرير اللي عملته لنا. شوفي لك موافقة أمضي من فضلك. ها فضلي أيوة شكرا. قولي لي ما تكونش عندك واحد صورة تاع وليدك؟ استنى شوف عندي واحدة كان فيها عمره 6 سنين. لا 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 شوفي احنا نسحقوا واحدة تاع هذا العام باش نجيبو نحوسو عليها. لا احنا ما عنديش بصح في الدار عندي ممكن نعمل تليفون. معلوم معلوم تفضلي. الو عبد الرحمن علي راهو تما راني في الكوميساريا من بعد نفهمك. شوف روح لبيتي في الخزانة على يدك اللي صرات سابق جر يتصاور متاع نبيل جيب لي منهم زوج ولا ثلاثة. صح كي نسيبهم انا نجيبهم لعشر دقائق نكون في الكوميسارية. ايه على بالي واش حبيتي فيسا وراكي رايحة راني رايحة نحوس على نبيل. خلينا احنا ندبروا روسنا نفيسا راهي في الكوميسارية علي خرج وانا راح ندير لها تصاور ما تزيديش انتي. انا رايحه عند واحد الولد يقعد معاه في المسيد ويلعب معاه بالك نلقى نبيل عنده في الدار ولا شافوه كش ما وين راح. خلينا احنا نحوسوا عليه انت قعدي هنا ما تروحيش وحدك. يا عبد الرحمن كيفاش تحبني نقعد هنا في الدار وتبقى يديا ولاد بنتي بالك مات ولا شوين راه مطايش. صح السنين وصلك كيفاش توصلني روح ادي لهم التصاور للكوميساريا وانا نروح نشوف الطفل عندي ربع ساعه ونرجع لهنا. صح انسبكتور سيبي الشيخ بغي يشوفك. وراه نبيه وش صرا له؟ رحت ليه المسيد ما سبتوش. وليش ما سبتيش؟ حقت شوية مؤخرا. وش عطلك؟ ها؟ وش عطلك؟ هي تكلمي. سي بن شيخ من فضلك هدنا أعصابك. قل لي سي بن شيخ وليدك ما زقيتش عليه اليوم صباح؟ لا ما زقيتش عليه. وليدك مشي من داري يهرب من البيت؟ هذه أول مرة. نبي عمره ما خرج من البيت بلا ما شاورني. شوف عندي تصويرة نتاع وليدي عندها 3 شهور تقريبا. ايوا شكرا هذه هي اللي تولنا. شوف على كل حال الشرطة راح تعمل كل ما فيه وسعها باش تصيب وليدك وانتوما من جهتكم حوسوا عليه عند الاقارب ولا عند واحد من صحابو وهذا الشيء مضاري وقع. صح بارك الله فيك. هيا نودي انت نودي دابا. علي صحيح علي ماشي انا وصلت شويه مؤخرا للمسيد. الكونسيرج هو اللي قال له روح وحدك للدار. اوكي الكونسيرج قال له روح وحدك للدار نبيل ماشي قادر يمشي للمسيد للدار وحده بلا ما يتبحر لا خاطرش انت اللي ولفتيه تديه وترديه ربيتيه كل بليده. قلت لك ماشي هذه التربيه اللي تنفع. قلتها لك ولا ما قلتها لكش؟ علي بركه ما تتهم فيا وما توصفش نبيل بهذه الصفه. مال في روحي ويجي وحده للمسيد لكن اليوم مانيش عارفه يا علي مالا وين راه وين راه. يعني جبت تصور ما تضيقي شاطرك راه مقلق على وليدي نبيل نصيبوه. هاي هاي روح للبر.
علاش تلوم عليا بخصوص في الوقت اللي انا محتاجه ليك؟ لا ما نلومش عليك، لكن كان من حقك تثنيها عن باب المسيد وهذا ما كان. ولو كان نروحو نحوس عليك سليطار سليطار ولا سليطار، ربما جرى له حدث. واش تحبي يجرى له نفيسة يرحم والديك؟ واش تحبي يجرى له؟ خوك راح يحوس عليه وانا ندوق نحوس عليه عند الفاميليا، نشوف عند صحابو تاع المسيد ونصيبوه. ايا نفيسة تشجعي ودخلي للدار. اي يسجيك ودخلي للدار. علي الغلطة ماشي من فيسا، المهم نسيبو الولاد ديالك. عندك الحق، نروحو للسبيطار نحوسو عليه، يمكن نوقع له كاش حدث. حتى ما تخبرش نفيسا باش ما نخدعهاش. صح. عيطت لي جمال. نبيل تبحر كيفاش تبحر؟ وانا كيفاش عارفه وكيفاش تبحر؟ مانيش عارفه. عيطت لي جمال تبحر. معلي زوج ساعات نجيب المفتاح. ما مكان له المفتاح. عيطت لي جمال نتكلم معاه تبحر. شتي يا اخي شافوش يا عتيقة جمال. نبيل ما كانش معاك في المسيد؟ ما شفتش ملي كنا كيف كيف في المسيد وخرجنا ما شفتوهاش. مجاش للدار. مجاش يا وليدي للدار. جمال كي تخرجوا من المسيد كانش بلاصة تروحوا تلعبوا فيها؟ كش ما شفت واحد طيح في الطوموبيل يا اخي؟ ما فاتي ما هدي في الطوموبيل. جمال راهو طاح الليل ونبيل مازال ما دخلش للدار. اتفكر مليح يا وليدي، بلك كش ما وين شفتو ونسيت. كي تفكر تقولي وين شفتو وانا نروح نجيبو. ما حتاش شفتي عند عمر. شكون عمر؟ عمر سلامي. وين يسكن هذا عمر؟ يسكن تحت سليمة ديبيسي. عمر سلامي يسكن قدام سليمة ديبيسي. صح يا وليدي، دق روح نشوفو. تنساي على خير نعيش. كم عمره؟ 10 سنين. 10 سنين.
ما ما جابوش. نتحقق بيستونا مزال. اسمع طلع الفوق عد مع دليلة. دليلة؟ ايه حبيبتي راهي الفوق كانت معايا. انا دوك نروح للسبيطار ونولي. نجي معك؟ لا لا ما تجيش معايا، طلع قعد معاها. الناس كون سيد علي يعني هو يقرا مع وليد اختي واللي موليد اختي نهار كامل ما دخلش للدار. ملي قلت انا بالك ما يعرف عليه ولا بالك شافه ولا مريض اش بيه؟ دار اكسيدون طاح من الكاميون. اكسيدون؟ شوفي ماذا بك تخلينا نهضر معاه زوج دقائق وراقد. شوفي يرحم والديك زوج دقائق برك. صح واش راك سيد علي لاباس؟ قول لي شفت نبيل اليوم؟ شفتو. وين شفتو؟ كامل. واش كنت تدير في الكامل؟ سمع فكر كنا معلقين
شافي عليه؟ أنا شافي عليه. كيف عامل؟ سمعت فكر هو طويل. قبل ما جيت نطلع فيه خدت نميرو. وش نميرو؟ نميرو 20. مش نتبع فيك يا مرا، واش بك هبلتي ولا؟ يسر معاك بركة كبير. أو سبتي ديجا تبع فيك وكذا.
يسر معاك. المرة هذه تقول لك ما نعقلهاش ما نعقلهاش سبحان الله ما نعقلهاش هذه. ماذا وين نصبتها؟ انا خارج من الدار على الستاد. ايوا حتى نشوف قدام الدار ان فيات 128 بيبان محلولين كلينيوتر مشعولين والمرأة طيح على الفولون هكذايا ومتقيه الدم. علمت الشرطة؟ ولا لازم نعلمهم الشرطة؟ إيه لازم باش يعلموا مواليها، هذا الواجب ديالك. لا لا أنا درت مزية حتى لو كان كاش واحد ضربها ولا قتلها ولا عندها درام دوهم لها ولا حاجة. لا ما تخممش. ولي أنا في مشكلات. كومبليس مالا تما. ما تخممش. يقولوا بلي أنا لي. لا لا دكتور أنا تسمح لي جبتها لكم ليكم أنتوما، أنتوما ديروا الواجب ديالكم، أنا استفترق وهذا ما كان. في الأمان صح آخر، مالديك. الو جوز لي دكتور مدني صح خلي واحد صاحبي في السيدي كيلالي 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 اه
الو كيفاش؟ Il s'agit d'une femme âgée de 30 ans admise en urgence pour un symptôme douloureux aigu de l'épigastre. Aïe. Je vais être là. Aïe. Attention est à 6-8. Bien. Demandez les examens paracliniques préopératoires. Et dirigez-la au bloc d'opération. Après réanimation, bien sûr. Bien sûr. Je l'opérerai tout à l'heure. Jaffa Amala. اي جابوها لنا صارت لاكسيدون طلعوها للبلوك بلوك اوبيراتوار لاسيسيا لاسيسيا واش يديرو لها في البلوك عند مونتوري باش يشوفوها يوبيريوها كاش ما يشوفوها يوبيريوها بالك عند مونتوري قلت لي شفنا الو وي لا ما روش هنا بالك كيف تحكي بها هكا الطبيب ما كيشوف بالك كيف تحكي ما كتبش عليك ندير حد صرا لها كي المره اللي فاتت. يا إيما علي راح شاف طبيب وبالعمليه تبرا غير كل مهنيه. انا شفت الطبيب قال لي ما نقدرش ندير لها العمليه غير اذا كان الدم في صح. هاد المره ما نقدرش نسلك. إيما اللي سمعك تهضر هكذا يقول مختي ماتت خلاص نزلها حيا نسيبوا لها الدم ونسلكوها إيما انت معاهم كيحوزوا في السبيطار وما نلقاوش الدم هذه المره بنتي ما تسلكش من حي عبد الرحمن انت راح تموت انت نبيع تموت في دار ما خليهاش تموت في السبيطار يا ولدي شوفوا الوجه الله خليوني خرج بنتي تموت في داري ما تموت مش في السبيطار دكتور مدني انا مش كاين قالوا لي بلي ما حبيش ندير العمليه لزوجتي علاش زوجتك ايه زوجتي مدام بن شيخ مدام بن شيخ ما نقدر ندير والو في حاجه كيفاش علاش ما تقدروش علاش اذا بدينا نزعفوا ما نحصلوا على حتى نتيجه المرأة نتاعي راهي طايشة في الفريش وراح تموت وتحبني ما نزعفش راني فاهمك ولكن الأحسن تكلموا بالعقل زوجتك يا سي محمد من سوء الحظ عندها دم من النوع أو نيجاتيف ولا توصل تحظ ضعيفة بزاف عندها انتيغفوغاسيون دولسير وضيعت بزاف الدم إذا نقوم بالعملية راني نقتلها شخصيا اتصلت بمركز تحقيم الدم ما عندهمش كمية نسبة راني نقول لك ونعاود لك يا سي محمد العملية بلا دم غير ممكن بلا اسمعني مليح زوجتك راح تموت ولكن نقدروا نسلكوها
إذا ما عليك إلا تتصل بصحابك، بحبابك، بعيلتك، كل الناس اللي تعرف. أعمل كل مجهودك وزوجتك تسلك. انترناسيونال تريبل انترناسيونال شامبيون دي موند الجيري. واش بيك؟ هو اللي حبيت نشوف. حبيت تشوفو؟ علاه ما عندكمش تيليفزيون؟ يروح للصاد في راهي مريضه في السبيطار راهي قريب تموت، يلزمنا نهضر معاها. اسمع ميلو ماشي طبيب فوتبالور، طبيب غير الدوره. ما فهمتينيش، في راهي محتاجه للدم وغير هو اللي يقدر يسلكها. ميلو بيسلكها؟ في 18 مليون خيرتو غير ميلو. وصبيتها ما عندهمش. هو ما اللي بعتوني لهنا على خطر الدم نتاع راجلك، هو اللي ولى مختي. اسمع لي مليح، يزبك تجي معايا على خطر غير بيك انت اللي نقدر نجوز لي ونشوفه. اني عارف عارف اللي يقدر يجي معايا ويخرج. يلا نروح. يا بلاك
واش تحبي يا اختي؟ حل باب. حل باب؟ هيا بلعوا فمكم، اش بيكم انتوما؟ حل باب انا نقول لك. ما نحلش الباب، علاش نحل الباب؟ عندك ورقة؟ عندك كارد فيتاسيا؟ كارد فيتاسيا؟ انا نقول لك حل باب. حل باب هذا اسمي خليه محفل وروح ولا؟ سمعت حوشتك هما؟ ما تعرفنيش واقيلا شكون انا؟ منظر قولي لي يا لالا. واقيلا تحوس على بلاصتك في الطيارة. بلع انت فمك. هيا اسكت انت. ايوا علاش ما قلتليش ضرب الاول؟ لا 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 ما سالوك الحاله. او هيا حل الباب. جوز تفضلي. على بالي سيك. جوز تروح على الحبس على المدير. نجي معاك. سمح لي ممنوع باش تدخل معايا في وسط الملعب. ما تطولش يا سي محمد يرحم والديك. ما تخممش، انا نقول لك توك يجيبوه وغير يسمع بيا يجي يجري. اختك تسرق ما يكون غير خير. الله غالب، لازم تستنوا حتى يخلص الماتش. وشنو؟ حتى يخلص الماتش؟ وراجلي شفتو هدرت معاه قلت له بلي راني هنا. لونترينور ما حبش يخليني قبل، ما خلاليش، غشني ودوك راه في حاله ما تعجبش. مانيش عارف كيفاش راح تفرق. كيفاش راح تفرق؟ هل لونترينور هذا رحم بابك عنده قلب ولا حجره؟ وهذا المخلوق خطوره حتموت ما غاتكمش يا سيدي. ميلو باو تكسر رجلو تنحات، لازم تربلاصيوه ولي غبلاصه وراهم. اسمعي اسمعي يا مرا، ما نجموش نربلاصيوه على خاطر هذه ماشي نوره. انت الوقت راك تسمع 80000 درهم يسجلوا فيها، راه متاكلين عليه خاطر هو محرك تاع الفريق وهو اللي مارك البيت. لازم منا نربحوا هذا الماتش. انا عارف واش بغينا نعمل. اسمح لنا قابلتو تخلوا المرأة تموت على جال الماتش، ما الحلو ودين يكون مليح. دوق انا مرأة نحبط للصالات ونصوغ ونفسر والشعب كامل يسمعني، وغير راجلين يخرجوا من الصطاد وندير معايا للسبيطار وغير ما راني نسلكوها. سمعت لي يا سي المدير؟ وانت تبعني. واحد شي امراه هبلتي ولا واش؟ سمح لي يا اختي، هنا دار بن سالم. لا بصح ولا بيتي موش هنا. شوف يا اختي الله يرحم والديك، جيت نشوفك على واحد القضيه مهمه جدا. حل الباب باش نفهمك. راكي تسمعي فيا؟ الله يرحم والديك حليلي الباب. شوفي الله يرحم والديك حليلي الباب باش نفهمك. مرتي راهي في خطر، راهي في المستشفى وراهي في الممات، ومادا بيك تجي معايا خاطرش قالوا لي باللي الدم نتاعك كيما الدم نتاع المرأة ديالي سي المنقوب. كي تسمعي لي فهمتي؟ إما يسجيك يلزمك تجي معايا للمستشفى باش تعطيني شوية دم. الله يرحم والديك يا اختي، اكيد تسمعي لي. حلي لي الباب الله يرحم والديك باش نفهمك. مرتي راح تموت وانت تنجمي تسلكيها.
تحلي الباب يا اختي الله يرحم والدي، تحلي الباب. لا يسجلك الولاد، الله يرحم والدي، تحلي الباب. ما تسعق سي محمد. قول يا سي محمد، تعرف السيد اللي يسكن هنا؟ سلم انا عارفه. هنا شوف الله يرحم والديك، نفهمك، المرأة ديالي راهي في الممات، وهاد المرأة يلزم لها تجي معايا للمستشفى باش تدمت الدم ديالها، على خاطرش الدم ديالها كيما الدم تاع المرأة ديالي، ومن الصباح راني نطبطب باش نفهمها، ما حبش تحل الباب، راجلها ماهوش هنا، شوف انت جارها، تعرفها وتعرفك، شوف فهمها الله يرحم والديك، بالك هي تسمع لك، الله يرحم والديك. راني فاهمك، ولكن اسمح لي ما نقدرش. وعلاه؟ السيد هذا تهضر عليه سان سكيرجي، فمو فايح ما يعرفش واش يتكلم، كل شيء يجينا خابطين دنا في دواس. عينا شكون منو لا وكين خدم لهوش، والمراه اللي تطلع عليها عايشه بالخوف. يا سي محمد عندها شي، مات هذا خوها جا حلت الباب، ناس مع بيعقلي قلت لها كان تاخذ رايي اعطيك مسيده ما واش تفهمها، وما نضر شيخ اللي عيال يجي معك سبيطار مستحيل. اعطيك منو وين نجي من نسب هذا السيد؟ يمكن يسمع لي. واش تحب نقول لك انا متبرن ما يخرج؟ هروح معايا انت تعرفه الله يرحمه والديك، هروح معايا. شوف سي بن سلم، جيت نشوفك على واحد القضية مهمة، المرض ديالي راهي في السبيطار. شوف يا سي بن سلم، شتي بي؟ عنطراني جيبوا الدفع ما يخرجونيش أنا. اش مع البراوات هذوك كاع اللي خبر فيهم أنا يا بنادم؟ يا بنادم نوصيك لا تقطع روحك بالسالة. يا علاه؟ شوف سي بن سلم، المرض ديالي راهي في السبيطار، راهي في الممات. أنا عندي مشاهدة، اشبع كي نقابلوا أنا في البزقة. شوف يا سي بن سلم، حشتي بي؟ جيت من المستشفى، المرض ديالي راهي في الممات، والمرض ديالك يلزمها تجي معايا للمستشفى باش تمد الدم. سي الميم جروب سانغيان، فهمتني؟ إما لا مادا بك الله يرحم والديك لو كان سرح المرض ديالك باش. واش كاش ميجي من دار بيان جوه والله الله غالب. مالا وين جيت؟ جيت نشوف واحد. شكون هاد الواحد هذا؟ رشيد قوامي. رشيد قوامي؟ رشيد قوامي لاكتور برانسيبال راه سير لو بلونشير ويخدم، تجي تشوفو انت. تحب تشوفو ولا ومن بعد يرحم والديك اخرج لنا. يا ولدي ما فهمتنيش. ما تزكيولناش تركاتك يرحم باباك، خلي الناس راهم يخدموا الفوق. هيا برك انا. يا ولدي يماه راح تموت. يماه؟ يماه مريضة. هي استنى نصوت شو اسمه؟ دوك نشوفو. ولكن ما عندوش يما. سيدي الملي، سيدتي، فات مؤامره كبيره. يا قد انتهت مهمتي، قبلت سلطان صف باليسان، اعطاني وصايا ليك. الفقر، المرض، الجوع، الشر، القصر، القصر كله مهدم، الأراضي محروقة، الخيم مقطعين، للألم.
الشيوخة كلهم هاملين على الويتان تقوش قطعة أغنم، والأطفال الأطفال اللي كانت وجوههم تتألم رجعوا كلهم غطيين بالدم. المفيد المفيد يا سيدي المدينة كلها تقوشي طوفان طوفان ولا أكثر 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 تقوشي جهنم جهنم يا سيد الملك جهنم. صديقي الصقر صقر صقر لسان ويطلب إعادتك يا سيد الملك ويطلب إعادتك. ما تروحش أبدا ما تروحش. فرنسا حبيبي بسمان أمر فرسان يقفو قدام الببان أمر فرسان يقفو قدام الببان. ما تروح ما تروح. سيدتي خليه يروح فين يموت شي هو من أبرص الشجعان مرحبا يمو كبر فرسان واش تبقيت لهنايا واش قلنا واش قلنا في الاجتماع واش قلنا واش قلنا ما تنظموش حنا نقعدوا كلهم كيف كيف ولا كيفاش هذا قلنا كل واحد فين تضربوا انت مضربك الدروج واش جابك لهنا السلطان اللعبه اللي نلعب انا انا اللي نحل اللعب انا اللي نحل اللعب ما تغلطنيش يا حمودي خيدك وندخل الرجل وين كنت تخدم انت السلطان السلطان وين كنت تخدم عداء وين كنت تخدم وين كنت تخدم وين كنت تخدم الرجل قال لك يماك راهي مريضه يماك واش بها يماك مانيش عارف انا يماك راهي مريضه اخبار جد السلطان ما تبكيش قلنا لك شبيه تزكي لا سيتلعب ولا تزكي ولا ما رانيش صغير ويقول لك يماك ولا مانيش عارف يماك مش قلق مانيش عارف ما ديك مانيش تقلق فيا انا يا راهي مريضه يماك واش راك تحكي واش راك تخلط الراجل راهو تحت جا قال لك يماك راهي مريضه راح تموت يماك يماك انت لا يماك انت انا يما ميته شبيه عندك يمك عندي يمك مال على يمك مال مش على يمك هاك 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 أرجع درك هاتيك نفهمه ولا عنده يمه ولا ما عنده حبس 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 واش تحب تحوست عليك في الدار وقالوا لي نصبك أنا في التياتر في الدار واش كان لا ما كان والو ما تخممش أختي مريضة في السبيطار قالوا لنا أنت تنجم تسلكها وعلاش أنا طبيب أنا لا يا أخي ما عرفت مد الدم في السبيطار لا مد الدم كان هاك الناس قاعد مد الدم الدنيا قاعد مد الدم أنت باك مدش الدم أنت على هذه اللي جيتك درك باه تجي معايا على خاطرك ما تجيش أختي رايحة تموت كيفاه أختي رايحة دير أوبيراسيون وفي السبيطار قالوا لنا انت تنجم تسلكها على خاطر عندك الدم اللي والو انا غير ما تكلش عليا انا ما نقدرش انا نحشيش ولد كيف هذا ما تقدرش يا مسألة تموت ولا حياة واش بيك انت لي واش بيك ولا لي واش بيا تعملك ساهل انت هاي لعب الهواية ماشي شغل اللعب ادي هذاك نسحقوك انت اللي عندك الدم اللازم يا انا سي با بوسيبل واش بك تفهم ما نقدرش هذه 6 شهور وحنا نطلعوا في الروايه 6 شهور وحنا نروحوا ونجيوا 6 شهور وحنا ما نقدرش والصلايا معمره بالغاشي ما يكونش عندي الوقت نروح حتى للسبيطار ونرجع ونستنى عيب وزيد زاد ندخل في ثروزيام ماركت الله ما نقدرش واش راك تحكي على التياتر واش راك تقول اختي راهي تموت وانت تحكي لها على التياتر انا تنحب التياتر تحب غدوة نجيب لك قاع صحابي وعمرك لاصال ديالك بصح لازم تجي لازم تجي معايا ونروح هكذا
حمى الكافكر معي الكافكر الكافكر تاعي يا معي الكراه واش من الكاسك؟ واش من الكاسك؟ انا السلطان معاك في الروايه بالكاسك يا ولدي خلينا من الكاسك استنى وراك واش السنة هذا انا السلطان معانا في اسم الكاسك استنى بلا ما تعيط تعرف البحر الكاسك شنو؟ اسمع لي واش نسمع راح نتبع انا الفيرميال وانا نروح نجيبو كيف فهم ليا؟ الو مولود ها هو السلطان راه عند السبيطار بني مسوس جيودوها ولا نبعثوها لكم صح على كل حال إلا جاو واحد أخرين أني نبعثها لكم ولا نعلمك في التليفون صح إما نبعثها لكم قال أخر ألو صح أصلا شيء بعدها أدي هذيك القراءة البلوك بروفيسور مدني أم راح ينواسي الأوبيراسيو صح ألو إيه نعم صح أني شوفها لا ترى اني نعرف نسقيها هاي الطرف ابغي نسقيها ايه لازم نسمع المرتي لازم يكون ايه بحاجة سيدي ما يكون غير خاطرك خلاص ما تخافش خلاص خلاص On va lui faire une ligature simple et un capitonnage et finir par une vague autour. Signalement, taille 1m10 environ, le teint clair, les cheveux châtains, les yeux verts. Il est habillé d'une chemise à carreaux bleus et rouges, d'un costume en velours de couleur vert d'eau. Il portait une paire de chaussures noires. Il avait en bandoulière un cartable en simili de couleur marron. En cas de découverte, on rattache avec la simple mission de secours. واش نخبط واش هاد العيط واش تحب راني مع العائله وطحتهم فان ما عنديش مونيفال باش ريباري الروضه كاش عندك مفتاح ولا كاش حاجه نقدر نصلح بها مفتاح واش عندك الروسه عندي 404 بيجو اسمعني دوك نجي هاي ديك الروضة راح تجيب لك ريت واش جيت بعد برودة هكدا من بين الحرش وكان كلش مغلوق خدمتو نوفيا لقاني ربي بيه Thank you.
عطيك عقليه رد بالك مره اخرى تمشي برده كيما هادي راك اهلي في قعر والمونديال يا مرحبا في ولد عندك كاش واحد معاك؟ لا ما كان حتى واحد معاك راني نشوف في واحد هابط من الكاميون اوه راك غالط شنو؟ هبط يا ولاد اولاد هبط يا ولاد اباك Shh, shh, shh.
خويا جوز لي سي الحلو ماهوش هنا سي سادي تاع سيرفيس ترانزيت انا بالليلي تاع لايسن تي اف نعم قولي حبيت نتصل بالشوفير اللي دالكم السلعه البارح في الصنطينه نعم لا الامر خطير بزاف نطلبك راسي اليوم كي نحكم السلطينة ما تسولت بالكاميون تاعك معك متأكد البارح كي طلعت الجزائر ما جبت على شارع بوداف جبت ما تقطع نجوز لك واحد سين تفضل شبار كلمت مع الشوفر تاع الكاميون يتعلق فيه نبيل واش قال لك قال لي بلي نبيل حبط العلمه تعرف على خطف السايق تاع الكاميون حبس الكاميون تاعو باش يرتاح ونبيل هرب ولا نروح للعلمه دركا اي درك نروح للعلمه وانت نوصلك للكوميساريه واش ندير انا في الكوميساريه يلزمك تروح تشوف الكوميسار تخبره بلي نبيل راهو في العلمه هكذا كيتصل بالشرطه ولا بالدرك الوطني ويدبر راسه ها وما تنساش قبل روح للمستشفى هيا كمل
واش راك يا ميطر؟ لاباس راك بخير؟ الحمد لله. في دمان؟ ما على بالكش؟ ما على بالي؟ ابني ابني رجع السعيد. ايه السعيد ندي رحمك ورجع ويقرب الجمع. شوف 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 يقرأ شوف يقرأ منيح. ها يا ذا يقرأ على الكيف خلاص. ها أعطي لولادك باش يتعلموا. ها يا ذي رايح هذا يقرأ مليح. أعطينا شوية حلوة. حلوة نتاع نعرف. ماشي هذيك ماشي هذيك أو ما عادش يحبها منا هذي فيها العسل. يزود شوية وما وزدوش مليح. ما تقلقش عم نيصال دير كيلو دير. ها يا سيدي او كيلو ونصرطن صح قرش مليح. ها يا عم نيصال تفضل. شحال نخلصوك عمي سليمان؟ اروح برك عمي سليمان. صح عمي سليمان. اهل العلماء سي لا سطر فيك تسوت الولايه الارجيه بولي بو برون راتاش افيك دوري دو فوتر كاليتي بول ميسيان ابا كي مباغا كاد بو باكي تولي الو بونسو سوبوزي جون بن الشيخ نبيل الوجي دان ابي دو ريشيرش دون انتير دي فامي سولون اين انفورماسيون كي ريست افيفي كونديكتور دو كاميون ا بورد دو كي رابي براس لو تي نبيل وري ديكلاري او بير افوار فيو ديسوندر دو سون انجين اون لوكورانس ان كاميون اس ان تي ار ان غارسون كي سيتي انفوي ا ترافير شان dont la silhouette correspondrait à celle de l'enfant que nous recherchons. Dans la mesure où l'information s'avère exacte et la gentillesse de notre compagnie. Hey, Yamchi, Yamchi, Yamchi. للدار يا ولد. دارنا ماشينا دارنا في الجزائر. الجزائر؟ واش بك يا ولد؟ دارنا هنا منا. دارنا ولا دارك؟ كيفاش هذا دارنا ولا دارك؟ نسيت ولا؟ عمي حبيت ندخل للدار بغيت نشوف يما. يماك يماك ماتت يا ولد. نعرف يماك يا خي. انا باباك. انت بابا انت ماشي بابا. زيدش تعاود فهمت. انت ملي هربت صوفشت لكن انا درك نعاود ندريسك من جديد. يا قلت لك الهربه خلاص كنت زيد تهرب لقتك فهمت. شكون انا؟ كون انا انا باباك عودة. ايه انت باب دايا. انت
تصوري شو البحر المهدي اللي قلت لنا على 200 متر قبل الدير الان؟ اهنا من بعيد على وجه الهدي. شوف انت زيد راح وش مليح الدير شوف كيف ما تصيب حاجه وانا بكره بسرعه لان برح تشتيش في باتنا عايز بسرعه. رانا عثرنا على واحد المحرمة تاع الفل الصغير ورانا محقين باللي هو راه هنايا راه على بعد الفرقة الوطنية.
أينوف؟ راح تقطع اللحم. راك متحقق باللي صالح اللي نسالك الراس هذا هنايا؟ انا عمي صالح هو اللي نسهله وما كانش مع الولد. ما كانش معاه وراو هز كرطابل وقال باللي راني لقيت بني يا اخي. متحقق باللي صالح المهبول اللي قال لك هكا؟ انا عمي. بارك الله فيك يا سي سي. هيا بقى على خير. بالسلامة. راك جيعان؟ كاين كلش.
تكره تاكل؟ بتكره تاكل؟ هيا ارفض كل. Thank you.
تحرك رجليك. امشي امشي خيرك. ما نمشيش ما نمشيش بركات. انت مهبول شتني بلي انا وليدك؟ ما عنيش وليدك. وليدك مات ومرتك ماتت وما نسيتش نتحرك منا. نريح انا ودير واش بغيت يا كلب. اليوم نذبحك. تهدينا صالح ما تخافش رانا ما ندير لك والو. ما تقربوش ما تقربوش. اللي قرب منكم يذبح الطفل. ردوا بالكم الخساره هذه حتى واحد ما يديه. اقعدوا وين راكم. راك تعرفني يا صالح راك تعرفني. وراني ما ندير لك والو. ورجع غير الولاد برك. الو 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 المجموعة. رانا لقينا المجنون مع الطفل جواه المخيم. شفنا سي محمد تهدم السيد هذا اللي راه تشوف فيه راه مهبول. لو كان يديروا اي حركه راه وليدك يكبروا. Come on.